وجدت العشرات من القنوات لبعض الأخوة العرب لا يتحدثون عما يحصل في بلدانهم، لا، يتحدثون عما يحصل في العراق، عن الدوري العراقي، عن المنتخب العراقي، عن المنتخبات الأخرى، لأن المجتمع العراقي يتفاعل بشكل واضح مع الذي يهتم لما يهتم له. طيب، هذه الأمور ليست مرفوضة بالمطلق ولا مقبولة بالمطلق، لأنها إذا كانت في المباحات أو حتى في المستحبات وما شاكل ذلك، يعني وعادة هذه القضايا تكون ماذا؟ تكون في الجانب الرياضي أكثر منه في الجانب الآخر. نعم، قد تكون هناك جوانب أخرى ولكنها غير مرضية، كما هو الحال في بعض الجوانب الفنية والغنائية وما شاكل ذلك، من جوانب اللي هي أساسا لا تتناسب مع منظومة القيم التي ندعو لها أو تدعو لها الحوزة العلمية. طيب، الدور الذي يجب أن نقوم به ما هو؟ هو نشر المعارف والرد على القضايا التي تجعل الالتباس يحصل بين أفراد المجتمع العراقي، ونستعمل للقيام بهذا الدور كل وسيلة شرعية، كل وسيلة شرعية. عندما أقول كل وسيلة شرعية ماذا أقصد؟ هنا قضية مهمة جدا 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 جدا.